هذه الفقرة برعاية الضرر واضح، هو حوالي بين 10 و15% من البي بي متاع تونس، ولذا كل سنة عندها خسائر كبرى من التغيرات المناخية والأضرار ماشية وتتزايد مع الزمن. بيتم التعامل ازاي مع الوزيرة مع هذه الأضرار؟ يعني طبيعة المشاريع المنفذة حاليا، إجمالي القيمة أيضا المرصودة لهذه المشاريع. مشاريع كثيرة، ومشاريع خاصة في الميدان متاع الطاقة ومتاع الزراعة، هما في حالة التطور ودونك قاعدين يتطوروا في الحين في إطار الكونتريبيوشن متاع تونس، الCDN متاع تونس مع NDC Partnership، وفي حيز النفاذ إن شاء الله بعد تمويلات اللي باش نحطوهم على أرض الواقع لفائدة هذه المشاريع. التمويلات أو الاستثمارات لهذه المشروعات كم ستبلغ تقريبا؟ تبلغ تقريبا 20 مليار. 20 مليار دولار؟ Yes. على أي مدى زمني؟ على مدى إلى حد 2025 2030 إن شاء الله. لكن كيف يتم تنفيذ هذه المشروعات؟ طبعا جزء كبير بالتمويلات والشراكات مع المؤسسات الدولية، ونحن نتلقى جزء ضعيف جدا في الميزانية مخصص للوزارة. أعرف من حضرتك أولا التخصيصات للميزانية كم تبلغ لوزارة البيئة، وكيف يتم تمويل المشروعات، أم أننا بنجد بعض هذه المشروعات فقط حبرا على ورق؟ تعلم انت اللي القطاع العام والقطاع الخاص لابد باش يكونوا في شراكه، وخاص وايضا الدول بين دول وعلى المستوى الدولي ايضا الملتيلاترال. لذا المشاريع اللي ماهيش حبر على ورق، خاطر لابد من تحقيقها في الواقع. بتبيعها ميزانيه الدوله التونسيه هي تساهم في هذه المشاريع، وخاصه توافق على المشاريع الكبرى، على خاطر هي استراتيجية واضحة، استراتيجية وطنية كاملة حول الحد من التغيرات المناخية، حتى على مستوى التشريعات وعلى مستوى الرؤية لهذه المسألة. ولذا التمويلات اللازمة وأيضا الاستثمار اللازم فيما بعد بتبيعة تصير شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا التمويلات بالشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة. العام القادم 2024 إجمالي المخصصات للوزارة في الموازنة تبلغ قد إيه مع الوزير؟ ميزانية وزارة البيئة هي ميزانية تبلغ حوالي 1% من ميزانية الدولة ككل، ولكن وظيفة أو مهمة وزارة البيئة هي مهمة أفقية، وهي خاصة تنسق بين الأطراف الآخرين بما فيهم الطاقة والنقل والزراعة، وعندنا معناها رؤية كبيرة للمواضيع ونشاركها مع الوزارات الأخرى، خاصة في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي اللي صادقت عليها تونس سنة 23 إلى أفق 35 و50، فيها 5 محاور كبار ومع 53 إجراء تمس كل المجالات، تمس الطاقة، تمس السياحة، تمس الصناعة، تمس الثقافة وإلى آخره من مواضيع. التقييم الأولي لهذه الاستراتيجية وما أسفرت عنه إلى ما يشير؟ استراتيجية بدأت منذ سنة 23، ولذا هي الآن في طور التنشير في 3 لغات، نجموا حتى تطلوا عليها في الموقع الإلكتروني متاع الوزارة باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، والآن نطوروا ونعملوا في الفورميشن متاع الوزارات الآخرين ليكونوا سفراء للانتقال الإيكولوجي، كل واحد في وزارة بتاعه، وفيما بعد على المستوى المحلي وعلى المستوى المؤسساتي ومع القطاع الخاص. ما بين طبعا الوزارات والجهات اللي حضرتك أشرت إليها، لدينا أيضا المؤسسات التعليمية يمكن على هامش الكوب أو قبل المشاركة فيه أشرت مع الوزيرة إلى أنه هيتم إدخال المناهج البيئية ضمن التعليم أو منظومة التعليم بدءا من العام المقبل. هل هذا التصريح أولا هو سليم؟ كيف سيتم التطبيق على أرض الواقع أيضا؟ على أرض الواقع تونس
كانت دائما رائدة في الميدان البيئي على خاطر التدريس الثقافة البيئية بدأ منذ التسعينيات بعد السومي دو لا تيغ نتاع سنة 1992، سنة توقيع التريتي نتاع الكليما نتاع المناخ. التدريس الثقافة البيئية منذ هذه السنوات، ولكن مع تطور الوضع والمسائل البيئية اللي ولات متشبكة، فلا بد من استرجاع النظر وإعادة المناهج في إطار التدريس. ولذا وزارة البيئة مع وزارة التعليم والتعليم العالي في إطار في طور إعداد برنامج كبير لإدراج المسائل الجديدة مثل التغيرات المناخية والإفاكتس متاعها وكيف يمكن الصمود مع هذه التظاهرات في المناهج الرسمية، على خاطر خارج المناهج الرسمية دائما فما نوادي بيئة، وعنا حوالي أكثر من 400 مكتب فيهم نوادي، ولكن هذا لا يكفي على خاطر في تونس عنا 20,000 مكتب على الأقل، ولا بد من تثمين هذا النوادي وإعادة استخدامه. يمكن إحنا بدأنا بالأضرار على تونس من التغير المناخي، لكن ماذا عن مساهمة على الصعيد العالمي للبلد في الانبعاثات وكذلك مستهدف صفر كربون، متى سنصل إليه؟ التعاون الدولي في إطار التغير المناخ وخاصة في إطار التأقلم مع التغيرات المناخ كما بعض البلدان موجود بالطبيعة، ما نجموش نقولوا مش موجود، ولكن يحتمل فيه بعض الصعوبات وبعض تأخيرات في تمويل المشاريع وفي اعداد معناتها تطبيق المشاريع في ارض الواقع، ولكن الشيء موجود ومتواصل الحمد لله، متواصل على المستوى الدولي وايضا على المستوى الثنائي مع الدول الشقيقه. احنا قادمين طبعا للكوب قبل طبعا بدايه هذا المؤتمر بميثاق اعلان نيروبي بالنسبه للدول الافريقيه، خلال المناقشات ماذا تحقق من البنود التي وضعناها مسبقا للنقاش حولها ومحاولة الوصول لمجموعة من المستهدفات؟ الميثاق نتاع نيروبي اللي أنا حضرت فيه في سبتمبر 23 هو ميثاق مهم برشا. علاش؟ على خاطر لأول مرة صار معناتها اتفاق إفريقي حول ما هما النيدز نتاع القارة الإفريقية اللي هي قارة لا تساهم كثير في الانبعاثات، أقل من 4% تقريبا، يعطيك الصحة، وتونس خاصة 0.07% فقط، ولكن تواجه تأثيرات سلبية كبيرة وكثيرة. وميثاق نيروبي هو مهم، وتونس بالطبيعة صادقت مع كامل الأطراف الآخرين ولها انتظارات كبيرة لتحقيق البنود متاحة. وأيضا صار في تونس أيامات 2 و3 أكتوبر 23 الفوروم متاع القارة الإفريقية والعربية حول الحد من الكوارث في إطار سانداي، وأيضا راسلنا ولا على حطينا على الطاولة النداء نتاع تونس حول الحد من هذه الكوارث. خلفية حضرتك طبعا هي خلفية قانونية بامتياز، هل فيما يتعلق بالملف التغير المناخي نحن بحاجة إلى سياسات أو تشريعات عالمية، وما هي طبيعة هذه السياسات؟ ونحن نتحدث مثلا في الوقت الحالي لفكرة شراء أرصدة الكربون وما إلى ذلك. من الناحية التشريعية العالمية ثم الميثاق نتاع باريس اللي هو تطور نتاع التريتي نتاع 92 وكيوتو 97، ولذا كان ممكن نطبقوا على الأقل المبادئ اللي وضعتها التريتي واللي وضعها ميثاق باريس حول المسؤولية التاريخية للبلدان اللي ساهموا في الانبعاث واللي لابد باش يشاركوا في الحل وفي إمكانية البلدان الآخرين اللي ما عندهمش الكاباسيتي باش يواجهوا هذه التأثيرات باش ينجموا يساهموا في الحلول أيضا.
هذه الفقرة برعاية